فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح بالنسبة لمن أغمي عليه لأكثر من 3 أيام؟ هل عليه أن يصلي ما فاته حال إغمائه؟ 3 أيام يسيرة، نعم يصليها. أما إذا دام الإغماء أيام طويلة أو شهورا فلا يعيد الصلاة، أما إذا كان 3 أيام فأقل يعيد الصلاة، لأن هذا سهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعني يقضي الصلاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.